السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم بغيت نشارك معكم الهول ديال بريمور وبعض المشتريات اللي شريتها من بريمارك. حتى هي بغيت نشاركها معكم، الا بغيتوا تستغلوا الفرصه راه دايرين اوفر بريمور تريس بوردوس، كتشري ثلاثه ديال لي برودوي وكتخلص غير جوج. وكذلك المنتوجات اللي غادي نشاركها معكم بغيت نعطي فرصه لي برودوي لو كوست، حتى هما نعطيوهم فرصه. علاش لا؟ لان في السوان فيزاج انا كنت كنستعمل غير بيوديرم او لا كلارينس او لا كلينيك، ولكن قلت علاش لا ما نجربش بعض المنتوجات لو كوست، حتى هما راه كيعطيو مفعول ونجربهم. الا جاوا معايا غادي نشاركهم معكم، الا ما جاوش معايا غادي نقولها لكم. دونك الا بغيتو تشوفوا شنو تقديت بقاو معايا في فيديو، مرحبا بكم. دونك اول حاجه اللي تقديتها هو هذا الكريم ديال ديا، كريم ايدغاتون. تسمحوا لي البنات على يدي، راه جيت نحل واحد الماسك وفيه واحد السليك. ها نتوما هذا السليك، هذا قطع لي الصبيعات من هنايا بثلاثه، انا كندير هكا هما مشاو ثلاثه ديال الصبيعات. المهم الروينه درتها ليا بنتي هاد مستر بوبا، وقلت لهم انا دابا اللي وليت مستر بوبا ماشي نور. المهم خديت هاد لاكريم لوريال، جايه في حجم صغير باش نجربها، لان ما بغيتش ناخذ الحجم كبير، الا ما عجبتنيش ولا ما جاتش مع وجهي بعدا الطمانيو صغيور. غادي نفتحها معكم. هانتوما الطمانيو ديالها زويون صغيور، كي كنقولو حنايا كوكي. هادي ديال النهار ها، وكاتبين فيها كريم انتنسيفو انتي ايضاد، يعني ديال التجاعيد، وفيها لاسيدو اليورونيكو وفيها البروكسيلان كونسنترادو 3%. غادي نجربها، كتبان زوينه نتوما، كتجي على هذا الشكل، ماشي ما كتبانش يعني قاصحه، يعني جامده، والريحه ديالها زوينه. غادي نبدا واحد لا روتين ديال لو سوان فيزاج دابا في هذا الشتاء، حيت داز دابا الصيف، نحاولوا نعتنيو بالبشره ديالنا ونتهلاو فيها. وخديت عاوتاني هاد بحال سيروم، هو ايدغاتون حتى هو ديال لا مارك لوريال. هاد لوريال راه زوينه. راني اول مره كنسجل في ما كنسجلش في البورتاب، كنسجل حيت راه كيتاكتواليسا وخصني نتعطل باش نسجل. قلت نستغل هذه الفرصه قبل ما نحل لي برودوي، كنسجل في البورتاتيل ديالي. دونك هذه ديال لوريال ايدراتانتي، هذه ايدغاتونت، نقدو نديروها في الليل نقدو نديروها في النهار، ديال لالوي الوي فيرا. قال لك بيال فريسكا اي لومينوسا، اكستراكتو ديال الالوي فيرا وفيه لاسيدو اليورونيكو، كتجي على هذا الشكل. غادي نحلها معكم حتى هي، ها الباكاجين ديالها كتبان زوينه، ها الباكاجين زوين، والفراسكو هذا ديسبنسادور اللي كي نشوف بحال خيل. ها نتوما الريحه ديالو غزاله. ايدغاتاسيون، كاس بين ايدغاتاسيون 72 ساعه، هذا كيدير 8 اورو 75. نسيت البنات الكريمه كدير 4 اورو 50، حجم دار في الاخر 4 اورو 90، يعني 5 اورو. خديت هاد الباستا دي ديانتي انتي مانشا، كدير اورو 20، غادي نجربها. هادي دينيفيت، ها هو فيه الكميه صغيره، بغيت نجرب شي مانتاش عندي في السنان على ما ناخذ رونديفو مع الدونتيست، نشوف شنو يدير لي ليهم. دونك هذا
وخديت هاد دو لا مارك ديال ريفويل ريفويلي، هاد لا مارك زوينه، هذا كونتورنو ديال كونتورنو دي اوخوس اللي كنديروا ليدغاتاسيون على الدور ديال العين. انا كنت كندير كلينيك اول اباوت از اول اباوت ايز ريتش، هذاك هو اللي كنت كندير. غنشوف واش عندي القابسه نوريها لكم، ها نتوما الحجم ديالو صغير. كونتورنو دي اوخوس غادي نعطيه فرصه نجربو. الصراحه اول مره غادي نجرب هاد البرودوي لو كوست للوجه. انا لو كور والشعر واليدين والرجلين كنستعمل اي حاجه، يعني اي حاجه نشوفها تعجبني نستعملها، ولكن الوجه كنخاف ندير دي برودوي اللي ما يكونوش عندهم بون كريتيك. ولا كنت كنستعمل انا بيو ديرم بيو سورس ولا اول ثيرابي بلو ثيرابي ولا كلينيك ولا كلارنس. اول مره غادي نستعمل لوريال الوجه ديالي، وهاد ريفوالي حتى هي عندها بون كريتيك هاد. دونك اورو 99 غادي نجربها. وخديت هاد هادي كريم ديال لانوي ديال الليل، فيها لا فيتامين سي، على داكشي خصها دار في الليل باش كت و انتي اوكسيدان، يعني باش كتغونوفلي لا بو ديال الوجه. حتى هي الحجم ديالها صغيور و دي برودوي لو كوست. نعطيوهم فرصه نشوفو كيفاش غادي انتي اوكسيدان فيس كريم. ها هي هنايا فيتامين سي، راه دابا مؤخرا الفيتامين سي بحال الا كنقولوا حنايا دارت الاشهار الوجه، يعني كتعطي نضاره للوجه وكتحيد انتي مانتاش وكتحيد البقع السوداء في الوجه وكتنظف، يعني كتعطي ليكليرسيسون لو فيزاج. خديت هذا الخيل ديال مانو دلا مارك موا، داير 4.50 الصراحه. الخيلات غاليين غاليين غاليين، الناس ديال الفارماسيا وهادي اش غادي نقول لكم، شبعوا فلوس. وها هو الاكسفوليون اللي جرح لي يدي، هو هذا ديال زياخه، زوين غزال غزال غزال، كيحمق الريحه، الريحه يا سلام بحال الكاطو ولكن كيهيدراتي لو كور وكيحيد لا بومور بواحد الشكل هائل. كتعقلوا انا كنت دائما كنوريكم داك توتي فروتي، دابا غادي نجرب هذا ديال الليمون. زياخه فيه لا كاباسيتي غادي نشوف 300 مللي، ولكن راه غير فتيوته غادي تدوز لو كور كامل. خديت هاد الصبيغه وكانوا دايرين لوفر ديال 2 3 بور 2. خديت انا هاد التريتمون ديال الاظافر، هذا اندوريسيدور وواحد كيكبر الاظافر وواحد ديال الكوتيكول. وخديت هاد اللوين، هذا كان كيدير غير 1 اورو، وهذه ديال ديك الصباغه ديال الماكينه ديال الضو اللي كتعطل بزاف. وخديت هذا فاش كنصبغوا يدينا كنديروا فليفلي على الاظافر دغيا كييبسوا. هادو بالنسبه لهاد لي برودوي خديتهم من بريمور، غادي نوريكم حويجات تقديتهم من بريمارك. فالي بغيت نوريكم الكونتورنو دي اوخوس قبل ما يتنسى ليا، جبتو انا كنت كنستعمل غير هذا كلينيك، هاي نوريكم، ها نتوما كلينيك اول اباوت ايز ريتش، كيحيد ديك الكحوله اللي كتكون تحت العين وكيحيد الانتفاخ اللي كيكون تحت العين. داكوغ، انا كنت بغيت نوريها لكم ديال كلينيك. وانا دائما الماركه ديالي هي بيوديرم، ماشي بيوديرما، بيوديرم. نوريها لكم، راني ما فاهمه والو في هذا لورديناتور، كيبان لي التصويره مقلوبه. ها نتوما بيوديرم، هذه بيو سورس لا مارك الخضراء بيو سورس، حيت كتجي خاصه غير بالهيدراتاسيون لا بو ميكس النورمالي ميكس. هذه انا كنستعمل غير هذا، واحد ايدغاتاسيون بين ديك 4 اوراس على اللي تقاد عليا، على داكشي شريت لوريال ايدراتانتي. دونك من بريمارك خديت هاد لي 3 كولور، هادو هما اللي جابو الكري والكحل والمارون. شنو هادو؟ هادو ديال دي كريون ديال الحجبان. اللي عجبني فيهم انهم فيهم من هنايا ستيلو، انتوما من هنا ستيلو كتراسي الحجبان ديالك،
وهنايا كتجي الفيكسور يعني الصبيغه، فاش كتراسي حجبان كدوزي بالصبيغه. اي اون بلوس عندهم هنايا هذا الديفومينور، ديفوميني فاش كتراسي كديفوميني مزيان كتقدي وعاد كديري الصبيغه باش كتفيكسي. وعجبني بزاف الصراحه، جابوا فيهم هاد ثلاثه الالوان وخديتهم. كيدير هذا مازال ما حليتو، هادو حليتهم، هذا مازال ما حليتو باش نوري لكم. 3 اورو، 3 اورو. خديت هاد الايلاينر، هذا ايلاينر فيه واحد، راني حليتو جربتو غزال كيبان زوين، ها نتوما كيجي الحجم صغير. واللي عجبني فيه فيه الشويته ديالو باش كان نسي شنو في في الكحول وكان نديرو الكريون هنايا، حتى هو كان كيدير 3 اورو. خديت هاد هذا مقص، هذا غادي نديرو غير في الصاك ديالي. هاد لو بيتي تريك عجبني فيه، هنوريكم كيدير شحال، كيدير 1.50 اورو. نحلو عندك، ندير شي مصيبه عاوتاني في صباعي. ها انتم كيجي على هذا الشكل، ولكن اللي عجبني فيه انه فيه المبرد وفيه الشويته وفيه نقيو هكا الا كان شي وسخه في الضفار، ولا يعني مثلا دائما يكون عندك في الساك، ولا بعض المرات كيكونوا شي شنيتيفات كيبرزطوك تكوني في الطريق ولا تكوني دونك في الساك يكون ديما معك. هذا واحد المونيديرو صغير كانوا دايرين له اوفر، انا استغليت الاوفر، هانتوما 1 اورو. النيت ديالي القديم مسكين تهدرش، نديرو الصريف هنايا نديرو هنايا، هانتوما غير 1 اورو وخديتو. ها هو زويون المونيدر ديالو صغير، شفتو كي داير بحال السويك ديالي اللي وريتكم ديك المره الكحيحله، ها هو حتى هو معاه. خديت بطبيعه الحال القطن، هذا كيدير 1 اورو، الحجم صغير ولكن اوفال، كيجيو 50 ديسكو ولكن اوفال. كيعجبني الوجه هذا، هانتوما ارطب ومخيط من هنايا يعني ما كيتقطعش القطن، راه حتى القطن فيه وفيه. خديت هادو عاوتاني كيديروا 1 اورو، هادو ديال السمينات فيهم الخيط، حيت بنتي دابا دونتيست طلبات لها هادو باش تبدا فاش تنقي السنان ديالها تستعمل واحد من هادو باش تحيد الى باقي شي وسخه ما بين السنه والسنه، وهذا ضروري للاطفال والكبار يعني مهم بزاف. دونك غادي نستعملو انا وياها، انا عندي الاخر الخيط وعندي الاخرين الخشيبات اللي كنت وريتكم، وكيتباعوا رخاصين لان في بريمور كيديروا 3 اورو وفي بريمارك كيديروا غير 1 اورو. خديت لها التقشيرات المدرسه، عجبوني هاد لو ستيل، كيدير 3 اورو 50 وكيجيو 1 2 3 4 5 يعني من 2 للجمعه كل نهار تقشيره. وفيها هاد لو بيتي تروك هذا كيعجبني، كيجي زوين مع السبردينه، كيجي انيق. ها نتوما حتى اللوينات مزيونين، ها اللوينات زوينين عجبوني، ديتهم لها. وخديت ليا هاد كي كنقولوا حنايا البو ديال الشعر، نوريكم كيجي هكا، حيت دابا فاش نبغي نغسل وجهي ندير هذا باش ما يبقاليش الشعر على الوجه، ونغسل وجهنا بواحد الشكل جميل. لقيتهم دايرين لوفخ في فوطات ديال البحر، واخا راني عارفه تسالى الصيف ولكن غادي نخبعها لها العام الجاي لا يطول لنا ربي في العمر. داروا لهم 1 اورو، 1 اورو، ها نتوما كانت كدير 6 اورو ردوها ب 1 اورو، وكتجي على هذا الشكل في الشخيره ديالها، ها نتوما وكبيره. ها هذه فاش داروا لها لوفخ صافي، شت الناس داروا عليها هجوم، ها نتوما كبيره، راه صحابكم راه صغيره كبيره. غنشوفوا واش دايرين فيها العبار هنا، نقول لكم شحال فيها العبار. فيها 75 × 50 متر، يعني كبير. راه خديت لها جوج الالوان بما انها كانت كدير 1 اورو، خديت لها هذا اللون الشيبي هذا وخديت لها هذا الغوزي.
نيت الفويطات ديالها كلا ودق هذا الصيف ما بين لابيسين والبحر تكرفسو. خديت هاد الليجين كيعجبني في الدار، انا ما عنديش مع البيجامات، كيعجبني نلبس غير الصوفيطمات وليجين ديال الرياضه ولا حوايج ديال الرياضه، كيعجبني نبقى فيهم في الدار ولا الشاندال، وهادو كيجيو على هذا الشكل. ها نتوما كيجي من هنا زوين، عنده من هنايا كي يعني كيشبر مزيان الاخر لا بواتخين. والالغودون ماشي نيلون القطن، وكيدير 5 اورو. لا طاي ديالي اس، ولكن كان دي ام باش كيجي يعني ما كيجيش مزاير، كتبقاي اليز لابسه. لقيتهم دايرين هاد لوفر، هادو الا عرفتو شنو هادو بورتا باسابورتي. غادي نحلو معاكم، داروا فيه حتى هو لوفر، وخديتو خديت جوج. غنشوف واش ما غاديش نقطع يدي. لا ها انتم يدار هنا الباسابورتي، او زويون مينيون ديال ميمي ميكي ماوس. خديت جوج، واحد ليا واحد لبنيتي. هانت كانوا دايرين فيهم لوك، وهو هذا. كنت باغا نشارك معكم المشتريات، نتمنى يعجبوكم المشتريات ديالي. غادي نبدا واحد لا روتين في لو سوان دو فيزاج دابا في هاد الشتاء، الى عطاتني نتيجه نشاركها معكم وبالطريقه كي كندير لها وكلشي. وهو هذا، نخليكم في امان الله، تهلاو ليا في راسكم. واللي واحد الحاجه، اللي مازال ما اشتركش في القناه يضغط هنايا على زر سبسكرايب وعلى الجرس باش يتوصل باي جديد كنديروه، لانا وانا الاخت ديالي لطيفه من المغرب. ونخليكم في امان الله، تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.